صباحنا غير بهيدي الحلقة المميزة برمضان المبارك يا زينب. أكيد ليا مع أكيد ضيفتنا سيدرا اللي رح تحكي لنا أكثر عن كيفية وقاية البشرة بشهر رمضان والأخطاء يمكن اللي عم تصير من قبل الصبايا والسيدات. كمان منا سيدرا اللي هي جفاف منطقة الشفاف والإيدين، ست البيت اللي كتير بتشتغل وبتنسى حالها، وأيضا البنات الصايمين اللي ما كتير بديروا بالهم عن هاي المنطقة، وخاصة احنا بالضبط مثل ما قلنا لا تحت الهواء شوب كتير، بالضبط. فكمان كيف فيهم يحموا هاي القصة؟ هلا اكيد نحن صيفا شتاء لازم كتير نرطب منطقه الشفاه، لانه بالاصل هي جلده كتير رقيقه رئيقة وبتتاثر بكل شيء، بتاكلي مالح بتتضايقي، بتاكلي مثلا شيء كتير مر بتحسيها صارت تشقق اكثر، الاكل الجاف الاكل الحار كله بياثر اول شيء على الشفاف. هذا الموضوع نحن لازم يكون روتين دائم، يعني دائما انا بقول لكل الصبايا اللي بيجوا عندي على الكلينيك انه انت بتفكري ترطبي وشك وتفكري ترطبي جسمك اما وقت بدك تتجوزي او بدك تحطي ميك اب، صح. لانه ما عندنا نحن شيء اسمه ثقافه العنايه بشكل عام، اقل شيء الترطيب. لازم نحن يوميا نرطب جسمنا، نرطب وشنا، نرطب تمنا، نرطب منطقه محيط العين حتى لو ما عندنا تجاعيد، لانه الهدف مو دائما انه نحن نعمل انتي ايجينج، نحن ممكن نعمل حفاظ على البشره، واصلا النضاره اهم عمل لها هو الرطوبه، فهو هذا بقى بده يصير روتين يوم يتعود حاله. بتزيد وتيرطى برمضان، يعني برمضان بدل ما ترطبي وشك وتمك مره مالي مرتين، بدك تغيري كريمات. مثلا اذا انت بتحطي مرطب عادي تحاولي تروحي على الكريمات اللي فيها انتي اوكسيدنت، لانه هي بتساعدني على تصريف السموم وتعطيني نضاره اسرع للبشره. واكيد شرب كميات كبيره من المي. بدي اكد على موضوع انه البنات اللي عم يحسوا انه هن بالاصل في عندهم ضعف باكلهم، خصوصي باكل الفواكه والخضار، وما بيقدروا، ممكن ياخذوا فيتامينز بفتره شهر رمضان، لانه متخيل قد ايه بينعكس عليهم. بس عم ياخذون بدون وصفه دكتور او اخصائيه؟ من الصيدلاني عم ياخذوها. صحيح تماما، وهي عم تعمل مشاكل كمان. طبعا نحن بنقول مكملات، يعني هي الصبيه بتقول بتحاكيني انا بدي اخذ حب فيتامين اي، ليه؟ خلص جيبي مالتي فيتامين وخدي كل الفيتامينات، وهذا اصلا بيكون مدروس الكميه اللي لازم انت تاخذيها، ما في فيتامين واحد مسؤول عن الجمال، كلياتها هي مثل ما بيقولوا مصفوفه متكامله انت بتعمليها مشان تحافظي على بشرتك هلا وبعدين. نعم، خلينا شوي هيك نحكي، يمكن الصبايا يلي بدهم يعملوا تنظيف بشرة أو يلي عملوا تنظيف بشرة، يمكن في قبل وفي بعد شغلات لازم هن يعملوها، وأهم شيء يمكن التحاليل والمعدة لازم دايما يتم التشيك عليها. خلينا نحكي ما قبل وما بعد عملية التنظيف، الصبية شو لازم تتصرف؟ هلا قبل تنظيف البشره انا بقول لها لا تعملي شيء. السؤال دائما بيسالوني احط ميك اب لما اجي؟ احطي كل شيء بدك اياه، ما في مشكله، المكياج مو هو المشكله، المشكله الطريقه الغلط لوضع الميك اب، واللي هي انه نحن ما نحط اتليست بيز او واقي شمسي او مرطب تحته، لانه نحن بشره فيها مسامات، هي عباره عن سفنجه تحت المجهر بنشوفها، اي شيء بتحطيه عليه بيوصل لتحت. فقال هيك انت وقت بتحطي فونديشن على بشرتك بدون ما تحطي تحت منها طبقة مرطب او واقي شمسي، انت عم بتخلي هالفون يفوت لجوا ويعلق بالمسام ويعطيني الوان بالوش، بتحسي الوش بصير خرايط احيانا بدون ميك اب، انه هي الصبيه ما عندها حب بس كثير غريب لون وشها، هاد نتيجة انه بتحط طبقات سميكة بدون طبقة تحته لوقت طويل. هلا بعد التنظيف طبيعي انه الصبية تحس انه هاي المواضيع راحت، خصوصي انه المسام نطفت. اهم تيبس ممكن تعملها انه لمدة 24 ساعة ما تحط ميك اب، ما تلعبي وشها ابدا، تلاقيها بتقوم من الست بتبلش على المراية بتحط ايدها على وشها بقول لها ايديكي نزليهم، لك انه بس روقي على وشك، مسام لسه مفتح، خليه معقم شوي، خليه نظيف. كمان تحاول دائما انه كل فترة شهر تغير سفنجاتها والرياش تبع الميك اب، مو كافي انك تنظفيهم، التنظيف مشان ما يكون معبئين الوان، بس التعقيم شيء ثاني، وصعب انك تعقمي الرياش يعني بينتزعوا بالمعقمات، لهيك فضل ما تجيبيها الغاليه كثير كرمال بدك تغيريها كل فتره. واهم من هذا كله استعمال الواقي الشمسي ويتجدد كل ساعتين، هذا كل العمر، يعني مو قبل التنظيف ولا بعد التنظيف. وبرمضان كثير بدنا ناكد عليه، لانه اصلا يعني ما بيعود في عندنا مي بالبشرة، بنخسر أكيد كمية من الرطوبة يلي هي بتحمي البشرة، فكتير ضروري إنه نزيد عامل الوقاية تبع الواقي الشمسي تبعنا أو نجدده كل ساعتين بفترة شهر رمضان. أكيد كمان في مشكلة الناس المدخنة أو اللي بتأرجل كتير برمضان تكون صايمة فورا على التدخين، أيه هذا الشيء قد ايه
قد ايه بيضر البشرة وكيف الناس المدخنين فيه يحموا بشرتهم؟ خلينا نحكي هيك يعني هلا انت عم تجي من الطرف من الثاني. الآخر. ايه هلا هو حمايه البشره اكيد بتكون انه هن ياخذوا اكيد في اعشاب، في مستخلصات، في ادويه، هي هدفها توسيع الاورده الدمويه. هلا الهدف مو الهدف عفوا التاثير السلبي للنيكوتين انه هو بيضيق الاوعيه الشعريه الدقيقه كثير بالبشره، وبالتالي ما بيعود في عندي تدفق صح للدوره الدمويه، يعني ما عندي تصريف سموم ولا تغذيه. هذا الشيء بيبين واضح على البشره المدخنه لسنين، يعني اكيد مو انت امبارح شربتي سيجاره اليوم حتفيقي وشك خربان. بس الفكره مو بس السيجاره، الفكره بالارجيله يلي هي عم تكون كل فتره بعد الفطور هيك للسحور. بعد ايه ما معقول تبع انه عم نغب نيكوتين يعني. ايه طبيعي تشوف وشها بهذا الوقت اصلا لا في مي، لا في تصريف سموم، ما عندك اصلا مع دوره السهر صح، كمان سهر، دخان، يعني كثير طبيعي انك تشوفي بشرتك صارت سيئه بهذا الوقت، مو لانه شهر رمضان ومو لانك صايمه، لانه العادات اللي عم تعمليها غلط. ضروري النوم، يعني بتلاقيها ما بتقعد بتنام وبتصير بتنام بفتره الظهر. اصلا الساعه البيولوجيه للجسم اللي بصير فيها تجديد واستقلاب وحفظ معلومات وخلايا الشباب والهرمونات كلها بالليل، بالاخص من الساعه 11 للساعه 3. فانت اذا ما نمتي بهذا الوقت بقى انت قطعتي يوم جسمك عم يجدد فيه حاله كله. فعلى هيك هذا الوقت نحن بنسهر رمضان، ضروري نحافظ على ساعات النوم اقل شيء 6 ساعات باليوم. نعم سيدرا، يمكن اغلب الصبايا بيجوك بيقولوا لك شفنا هذا الفيديو على الفيسبوك نعمل هيك، او بدي هيك. فينا نعمله بيصير لبشرتي، او في مكعبات ثلج بحطوا بقلبها صاروا اشكال والوان مشان يعملوا هيك مساجات على اساس بيقطع الثلج. خلينا نحكي عن هدول التفاصيل، وخلينا نحكي يمكن قديش في شيء مناسب لبشرات وشيء مو مناسب لبشرات. ايه هلا هذا الموضوع انه هو بصير تقليد، انه هو موضه، يعني التجميل بحت موضه. في تجميل اللي هو علاجي، يكون نحن هدفنا في مشكله نصححها اما بالبشره او بالوش بشكل عام، باستخدام الفيلرز والبوتوكس وحتى الكريمات والماسكات والميزوثيرابي بلازما. اما اللي بيكون هي بس موضوع موضه، بيبقى هون تشوفي في نظره اخصائيه بالموضوع. في كثير بنات بقول لهم انت ما عندك بحاجه، حتى جلسه تنظيف بشره وانت عمرك 17 سنه، شو اللي بدي نظفه ببشرتك وانت جسمك وشك اوريدي عم يجدد حاله؟ يعني انت هلا نبع للكولاجين ونبع للمواد الدهنيه ونبع للمرطبات، حرام اصلا انك تحطي مثلا بانتينول. استغرب انا بنت عمرها 16 سنه عم تحط بانتينول على وشها، انه ليه؟ شو اللي بده يترمم يعني بوشك؟ انت اصلا عم يرمم حاله. والله قالت لي رفيقتي انه هذا بيز ميك اب منيح. اوكي تبقى القصه موضه، بس نبتعد عن الضرر اكثر ما عم نقدر، ما نحاول نخبص بحالنا. اهم شيء انه الماسكات المنزليه اللي بنشوفها على النت او اي وسائل ثانيه، نبتعد عن المواد اللي فيها احماض الحدي على الوش اللي بتكون فيها مركبات غريبه، يعني عرفتي مثلا مثل الكربونات الصوديوم مع الليمون، انت جربي حطيهم مع بعض على رخامه بتدوب يعني على وشك، شو بده يصير بقى؟ بتحطي عسل، ليمون، درج انه تحطي الفيتامين بيقطع مكعبات ثلج و هي جديدة اما بتعرفيها؟ لا لسه ما مرقت علي. الفيتامين بتحليه وبتحطيه بقالب الثلج وبيطلع مكعبات ثلج، وكمان بتعطيه على وشك. ليه ما تاكلي؟ مثلا هي انه بس في الصبح بتشد البشره هلا في بالصيدليه بتروحي بتلاقي كريم مكتوب عليه معزز بفيتامين اي و اي وسي. حس بحالك وتوسخي المطبخ وتعبي الفريزر ليه؟ يعني انا بحس انه في عنا نحن دائما بقولها الجمال الطبيعي ما له علاقه بالمواد الطبيعيه. يعني نحن على طول بنربط، يعني حتى انا بيحاكوني بنات انا بدي مثلا وصفه طبيعيه، لا طب استعملي هذا الكريم ما بيمشي حال معك، لا 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 انا بدي مواد طبيعيه. دخل انت مو بدك تعالجي هي المشكله؟ اذا استعملتي كريم انت وين الشيء الفيك صار فيكي؟ يعني انت بس عالجتي مشكله. هي ثقافه شعبيه اكيد نتمنى نخلص منها. سيدرا هل انت كمان مع قصص البوتوكس والميزو اللي عم يضربوها الصبايا؟ هل يمكن بعمر محدد هي مطلوبه او اللي عندهم اشغال مثل الفنانين الاعلاميين؟ لكن في بنات صغار كمان عم يلجؤوا لهي القصه، وهذا الشيء كثير عم نشوفه، مشكلة. تجميل بطريقه كثير كثيره كثير يعني. طب يعني والله بتعجزي، بتعرفي الصبيه عنيده،
يعني في بنات انا بعرف انه اذا انا ما عملت لها هذا الشيء حتعمله عند غيري، بس انا ما عندي مشكله، روحي عند غيري ولا تقولي انا شوهتك. هن ما عم يتخيلوا كم الريسك اللي البنت بتكون فيها لما بتكون عم تعمل اي قصه. يعني عفوا انت ابره بالعضل، في احتمال لا سمح الله يصير في عندك شلل. كيف نحن عم نحط بالوش اللي عضلاته كثير صغيره، اللي فيه كثير كميه كبيره من الاوعيه الدمويه؟ هذا الموضوع بيبقى قد ايه هي واعيه، قد ايه اهلها ملاحقينها. في بنات بيجوني عمرهم 21 سنه ما في شيء لسه ما صار، يعني هي بس بتضل اب تو ديت، في شيء انا ما عملته لازم اعمله. سوسه والله، يعني هون غيره، هي غيره يعني كمان. طب شو فيني اعمل انا لهي البنت؟ انا بقدر انصحها بس انا متاكده انه ما حترد علي. صحيح، بس انت مالك مع هي القصص؟ ما اكيد لا، قلت لك في شيء تجميلي وفي شيء علاجي. انا شغلتي العلاج، لكن التجميل اللي هو مو دائما بيعمل تجميل، مو اكيد ما في حدا معه اكيد. نعم، لكن سيد رهكي اليوم حاولنا نفيد شوي المشاهدين ببعض من المعلومات بما يخص البشره والاهتمام فيها خلال شهر رمضان المبارك. بتحبي تقولي كلمه اخيره او توجهي معايده؟ حبيباتي اهم شيء تشربوا كثير مي، ترطبوا وشكم كثير منيح، وتناموا. هدول اهم ثلاث نقاط لنقول اختصرناهم اليوم بحديثنا، وشكرا كثير لكم صبايا، ما قصرتوا. شكرا لوجودك ولكل هالنصائح اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله هيك بالحلقات القادمه بنتوسع اكثر بمواضيع بتخص كل السيدات. شكرا لوجودك سيد رمان. حبيبتي خليلي، شكرا لك.